شكرا سيد النائب المحترم على هذا السؤال الهام. كيف تتعرفوا موضوع النقل بالعالم القروي تكتسي أهمية كبيرة لهذه الحكومة والحكومات اللي تسابقتها، لأنه هو اللي تيفك العزلة عن السكينة القروية، هو اللي تيحقق العدالة المجالية ببلادنا. كيف تتعرفوا اعتمدت الوزارات المتتالية منذ 1986 واحد العدد ديال المبادرات باش نحلوا المشكل ديال النقل العمومي بالعالم القروي، واعتمدت نظام النقل المزدوج كوسيلة لتتماشى مع الإطار القانوني ديال 63 اللي مازال تنعملوا به اليوم. في هذا الصدد مازالت اللجنة ديال النقل اللي تابعة للوزارة تعقد اجتماعات ديالها بشكل دوري وتثبت مستعجلا في ملفات النقل المزدوج اللي تتوصل بها من طرف اللجان الإقليمية. غير أنه بحال دابا على سبيل المثال سنة 2022 قمنا بتجديد ولا قامت هذه اللجنة بتجديد 182 ملف نقل مزدوج، ووافقت على 22 طلب لتحويل الرخص، ووافقت على منح 5 ديال الرخص جديدة بعد المصادقة ديال اللجان الإقليمية. غير أنه النقل بالعالم القروي عنده طابع متنوع مختلف ومختلف، وتحتاج إلى مقاربة محلية باش نقدروا ندبروه بنجاح وفعالية. ولذلك نواصل التنسيق مع وزارة الداخلية من أجل مواكبة المجالس الجهوية لتفعيل اختصاصاتها الذاتية في هذا المجال، بدءا بإعداد مخططات النقل داخل الجهة، والهدف هو الاستجابة الأفضل لحاجية تنقل المواطنين داخل كل جهة من المملكة المغربية. وشكرا. شكرا.